عسلامة ومرحبا بكل من يتابع فينا من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في بث مباشر جديد وفي نقطة مباشرة جديدة. شوفوا إذا كان انطلق البث. ما يطلع لي حد شيء. كان فما شكون يتفرج يعطينا سينيال. باه، مرحبا بكم في هذا المساء التنويري الجديد وفي هذا الويكاند الجديد. ان شاء الله باش نحكي مع بعضنا في زوز مواضيع. بون، باش نبدا بالموضوع الاول اللي هو الموضوع نتاع تصويت تونس، مقاطعه تونس، لابستونسيون نتاع التصويت. هنا باش نحكيو بالتفاصيل عليه. والموضوع الثاني الرساله الاخيره التي ارسلت بها رئيسه الحزب الدستوري الحر رسميا لقواعدها ولقيادات الحزب ولانصاره ولمنخرطيه ولكل هياكله ولكل مناصريه داخل تونس والبر. به دونك وايضا مواضيع اخرى تهم الحزب الدستوري الحر. نبداو بالجزء الاول من هذا البث التنويري. توا يمكن ما عادش باش يتقلقوا جماعة من كلمة بث تنويري، لأنه في الرسالة الأخيرة لرئيس الحزب الدستوري الحر أوصت كل الدستوريين بالمواصلة في التنوير وكل من له تأثير على المستمعين والمشاهدين على المواصلة في التنوير، لأنه ناس على غالب ما معناها ما لقات ما تصنع ما لقات ما تعمل. دونك به بالنسبة للقوس اللي اتحل البارح، شكرا ساعة قبل كل شيء لكل من أثبت مساندته ومناصرته لينا ولصوت الحق ولكلمة الحق. يعطيكم ألف صحة. حاجة بركة نقولها وأوصي كل المناصرين يعني من داخل تونس ومن خارجها، مش وقت متاع تفرقة ومهوش وقت متاع صراعات داخلية ومهوش وقت متاع سبان ومهوش وقت متاع نبداو نتبلاو على بعضنا، وهذا كل مش وقته. راو احنا في فترة عصيبة جدا، احنا في فترة تري ديليكات صعيبة برشا برشا. احنا رئيس الحزب متاعنا الى اليوم محتجز قسريا، يعني الى اليوم احنا توا عندنا مشكلة موحدة نورمالمون الناس الكل توحدنا. مانيش باش نجاوب على الكلام اللي اتقال، باش نعتبرها صفحة وتتويت. دونك توا يظهر لي ماذا بين الهدف الموحد متاعنا اللي يجمعنا الناس الكل تخدم عليه كل واحد بطريقته، ونغلق القوس هذايا ما نتيحش للمهاترات اخرى. باه دونك الجزء الاول من اللايف نتاع الليله باش يكون مخصص للجمعيه العامه للامم المتحده. وشفتوا البارح ناس كل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو راج بشكل كبير، نتيجه التصويت هذيك راجت بشكل كبير برشا على اللائحه اللي البارح تم النظر فيها، ولا تدعو الى هدنه انسانيه او وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى اخواننا الفلسطينيين في امس الحاجه للمساعدات هذيك الانسانيه، للادويه وللمواد الغذائيه الى اخره. ناس قاعده تموت يعني كل يوم بالمئات وبالالاف. دونك شنو اللي يصير البارح؟ برشا توانسه تفاجئوا، خليني نقول لا ماجوريتي، دونك معظم التونسيين تفاجئوا بالموقف التونسي، موقف تونس بالاحتفاظ لابستونسيون، بالاحتفاظ او مقاطعه التصويت، يعني ما صوتتش لا بور لا كونتر، ما صوتتش لفائده مؤازره اخواننا الفلسطينيين. به اللي نهار كامل واحنا الحكومه والرئاسه تتشدق وتتكلم وتزبد وتعربد والناس كل تحكي على موقف تونس وعلى مسانده تونس لموقفها الرسمي سوا ديزون مساندتها للقضيه الفلسطينيه وللفلسطينيين، انا نشوفه توا الموقف نتاع البارح. انا باش نغزر له من الجوانب الكل. به دونك خاصه وانه تونس راهو المشكله البارح، تونس هي الدوله العربيه الوحيده التي رفضت التصويت، باعتبار بطبيعه كون العراق من الاول رفض التصويت ومن بعد تراجع الموقف نتاعو وصوت لمؤازره اخواننا ولفائده اخواننا في فلسطين. دونك تونس قعدت الموقف الدوله العربيه الوحيده التي لم تدلي بصوتها، التي قاطعت معناها لابستونسيون كانت اونيكمون دو لابار تونيزيان. باه دونك لهنا خلينا نشوفوا احنا الساعة كيفاش معناها برئت روحها الدولة التونسية ممثلة في شخص سفيرها في الأمم المتحدة، شنو اللي صار بكله. دونك تونس الدولة العربية الأولى والوحيدة اللي ما عطاتش حتى رأي، ما عطاتش صوتها لفائدة الهدنة هذه. ولو انه نعرف نقول هنا راه ولو انه القرارات نتاع الجمعيه العامه للامم المتحده راهي ماهيش قرارات ملزمه، لكن نحكيو على كيستيون دو برانسيب، نحكيو على مساله مبدئيه، مساله مبدا ومساله مواقف، باش ما ناخذوش رواحنا احنا كتونس على المواقف نتاعنا اللي تم التصريح بها منذ اسبوع واسبوعين الى اخره من بدايه الحرب وكل شيء. دونك نجيو اليوم نعملوا الفازه دي. ونحب نذكر كونه حماس بيدها المقاومه الفلسطينيه مع الهدنه هذه.
دونك احنا باش نكونوا اكثر فلسطينيين من حماس الفلسطينيين، دونك احنا باش نكونوا اكثر معناها حميه عندنا عليهم اكثر من المقاومه الفلسطينيه، باش تشوفوا انتوما الشعبويه اللي قاعدين يسربيو فيها، باش تشوفوا انتوما بالحق معناها سي اون سوبا سيرفيغ، معناها عندهم هما القضيه الفلسطينيه وكل الشعبويه المقيته هذيك وكل هذيك الكل راهو معناها سي اون سوبا سيرفيغ، معناها قاعدين يسربيو للناس في فيها الشربه هذه معناها. وللاسف الشديد مازال فما ناس قاعده تصدق معناها. ما تبعتش التداول الاعلامي نتاع الموقف السيادي التونسي، ما تبعتش الحقيقه، ما لقيتش وقت باش نتبع. لكن هما شنو بروا توا سفير تونس في الامم المتحده باش فسر الاسباب نتاع الامتناع هذايا على التصويت، قال لك ما فهم معناتها، قال لك سواه هما ما بين الضحيه والجلات، قال لك مثلا اللائحه هذه ما تضمنتش تنديد والا ما تضمنتش معناها ادانه مباشره لاسرائيل. معناها باهي احنا توا سامحني بالعقل المجرد معناها توا احنا نخليهم يموتوا معناها، ما ندخل لهمش مساعدات، ما ندخل لهمش مساعدات وما ندخل لهمش ادويه وما ندخل لهمش ماكله، خليهم يموتوا لين تتم الادانه. الادانه يا سيدي باش تجي بعد عام، يقعدوا عام هكاك معناها توا وخيانا الفلسطينيين يقعدوا عام هكاك من غير هدنه، ضرب كل يوم وحرب كل يوم وصوارخ كل يوم وقتل كل يوم وسحل كل يوم والاف معناها قاعده تطيح كل يوم، عادي نورمال معناه خاطر ما فماش ادانه معناه. نستناو الادانه، نستناو الجمعيه العامه للامم المتحده باش تضمن ادانه في اللائحه القادمه نتاعها، باش يقعدوا هما باش تونس تتكرم وتصوت لفائده الهدنه هذه. الا حماس بيدها صوت معناها، الا حماس بيدها موافقه على الهدنه هذه ومطالبه بالهدنه هذه، باش تبداو نتوما فاهمين المواقف نتاع تونس معناها كيفاش الشيء اللي قاعد يصير. فما نقطة أخرى راجت كيف كيف على لي ريزو سوسيو نتاعنا في تونس والبرا من تونس، الصفحة نتاع إيدي كوهين، صفحة رسمية على تويتر، إيدي كوهين معروف معناها المناصب اللي تقلدها، وهو صحفي مناصر للكيان الصهيوني، يطلع في منابر عربية ومنابر أجنبية ويطلع ديما يدافع على الكيان الصهيوني وعلى إقامة الدولة الصهيونية وعلى أحقية الصهيونيين في الأرض الفلسطينية و و و. الناس كل تعرف إيدي كوهين، ثبت الحقيقة من عملت ريشيرش ودخلت شفت الباج، لقى باج أوفيسيال نتاعو معناها على تويتر التدوينة هذيك. دونك الا خلى ايدي كوهين يشكر الرئيس نتاعنا ويقول اللي هو معناها يقاوم في الحركات المتطرفه ويقاوم في الاسلاميين وساند الدوله الاسرائيليه. دونك هذه شيء اللي شفتوها انتم، هذه ما جبتهاش من عندي، راهي تدوينه نتاع ايدي كوهين في الباج اوفيسيال تويتر نتاعو. دونك لهنا بالحق معناها سي ان فيريتابل بروبليم معناها، نحب نعرف معناها لهنا ما تفكرناش. شفتوا توا مثلا التعاطي نتاع تونس مع القضيه الفلسطينيه دو نوجور توا في 2023، نتفكروا التعاطي نتاع تونس الرسمي ايام الزعيم الخالد لحبيب بورقيبه في 65. باهي شو الفرق؟ الفرق توا مثلا ايدي كوهين هبط الكلام اللي قلته لكم وكتب الكلام اللي قلته لكم وشكر رئيسنا وش اسمها جولدا ماير ولا شكون هي وقتها كانت تقريبا تتقلد منصب رئيس الوزراء الاسرائيليه ولا حاجه كيما هكا، تخرج تقول بعد الخطاب نتاع بورقيبه في اريحا، تخرج تعطي تصريح في القنوات الاسرائيليه الرسميه نتاعهم تقول لهم احمدوا ربي الا ما فماش زوز من بورقيبه في العالم العربي ولا راهو ما فماش دوله اسرائيل. به وين هنا باش نحكي توا باش تفهموا الفرق مع نتاع التعاطي معناها حتى الاسرائيليه مع المواقف العربيه، حتى التعاطي الصهيوني مع المواقف العربيه. دونك هذه فقط عملتها هكا كي معناها بالانس باش التوانسه يعرفوا ويميزوا. به نرجع توا نذكر موقف الزعيم بورقيبه وباش نعدي لكم باساج تري امبورطون ماذا بيا الناس الكل تتفرج فيه، ربما ما تفرجتوش فيه، برشا منكم ما تفرجوش فيه قبل او ربما يتعمد تغييب الباساج هذايا من الاذاعات نتاعنا ومن التلفاز نتاعنا، اللي هو الموقف نتاع الزعيم بورقيبه وخطابه الشهير في اريحا عام 1965. باهي موقفه من القضيه الفلسطينيه والخطاب هاني باش نعرضه توا. دونك توا اللي تعمل فيه كتائب القسام حاليا توا هو نفس الكلام اللي قاله بورقيبه عنده توا 58 عام، احسبوا انتوما من عام 65 اني 2023 توا. دونك فما حكايه 58 عام تقريبا اذا كان نعرف نحسب، 58 عام عنده الخطاب هذايا من اللي صار، و58 عام الطرح نتاع الزعيم الحبيب بورقيبه من اللي تم تقديمه في اريحه وقتها في فلسطين. بعد 58 عام رجعوا لكلام الزعيم بورقيبه وبداوا يخدموا في الشيء اللي قال عليه الزعيم بورقيبه، اللي دون لو تونش قال لهم بورقيبه، قال لهم انتم خذوا ال 45% من الاراضي اللي وافقت عليها الامم المتحده انذاك ومن بعد خذوهم هذوك مملكوهم الساعه
ومن بعد طالبوا واعملوا كان تحبوا حروب العصابات هذه واعملوا هالعمليات هذه لين تزيدوا تاخذوا ارضكم الكلها. دونك هذا شنو قال الزعيم بورقيبه وقتها خونوه، وقتها جماعه عبد الناصر تعرفوا شنو عملوا في خطاب اريحه، وتعرفوا الخطاب اللي وجهوه للزعيم بورقيبه، وتعرفوا الالفاظ اللي وجهوها اكسترا اكسترا اكسترا. وتبين بالكاشف الا بعد عقود طويله من الزمن يصح كلام الزعيم الخالد الحبيب بورقيبه. دونك هذه جوست للتاريخ، وين مش نعدي لكم توا باساج في 4 دقائق مثالش باهي معناها تمشيطا للذاكره، و باش نعديو على الاقل الميساج هذوما للناشئه الجديده والاجيال الجديده باش يعرفوا شكون بورقيبه وكيفاش كانت المواقف السياديه التونسيه قبل، وكيفاش كانت الحقيبه الدبلوماسيه قبل تمنح مش للايجي. الحقيبه الدبلوماسيه كانت من اثقل الحقائب اللي يمنحها الرئيس بورقيبه في الحكومات نتاعو ولاعضاء الحكومه نتاعو. مش ليجي يتقلد منصب وزير خارجيه، مش ليجي يتقلد منصب سفير، مش ليجي يتقلد منصب قنصل، لا. الحقيبه الدبلوماسيه كانت غاليه برشا وقت الزعيم بورقيبه، وذاك علاش كان تونس يضرب بهالمثل في المواقف الدبلوماسيه نتاعها وفي السياسه الخارجيه نتاعها وفي السياسه الدبلوماسيه نتاعها. دونك وحكيت عليه قبل في حلقه معناها مفصله على السياسه الخارجيه التونسيه بين الامس واليوم الحاضر. دونك معناها تو نرجعوا لهذا تو نعطيكم اليام تاع الباساج هذاك، لكن خلينا نتفرجوا مع بعضنا مثالش على مقطع من خطاب اريحه، وهنا راجعين للموضوع الثاني اللي يهم الشان الداخلي التونسي اللي هو ملف الاستاذه عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. باه نتفرجوا مع بعضنا خلينا نشوف كيفاش تتعدل هذيا. باه نتفرجوا. شديد الاعتزاز كذلك متأثر لما لمست وشاهدت آثار النكبة التي ملينا بها منذ 17 سنة، ومعتز ومتفائل لما لمسته من حماس وإرادة قوية فولاذية حديدية لاسترجاع الحق كاملا غير منقوص. ما دام الحماس موجود في الجنود والجيش ما انتصرش لابد الخلل من القيادة. ما فيش في سبب ثاني مش ممكن. فهذا الشيء اللي معطل القيادة يقولك مش ممكن نتفاهم، ولا ممكن إنسان زعيم عربي يجي يتكلم على حل منقوص أو شيء وقتي أو مفاهمة أو كذا، لأنك هتقول في وجهه ويترمى بالخيانة وصنيعة الاستعمار وكذا، ويقولك بلا بلاش أنا نستمر في المهاترات والمزايدات زي غيري وبلاش، بحيث يلزم الشعب نفسه ما يعطلش الخطة. سياسة الكل بلاش، فهي هي اللي وصلتنا لهذا الحال، لهالهزايم هذه، لأن مش عاوزين نتفاهموا ونشوفوا الوضع والتغيرات والمعطيات الجديدة وما وصلت إليه اليهود هنا والعرب وقوة العرب وقوتهم وجيشهم وتدريبهم. رفضنا الحل المنقوص كيف ما رفضوا وكيف ما رفضوا العرب انت حصل معناها التقسيم او الكتاب الابيض او وبعدين يقعدوا ندمانين عليه، يعني كان تكون افضل من الحاله اللي احنا فيها. فانا عملت سياسه ثانيه، لو رفضت في عام 54 الحكم الذاتي باعتباره حل منقوص زي الحكم الذاتي، واحنا بلادنا واضطرابنا واجدادنا وحياتنا ومسلمين وعرب، فلبقيت تونس ليومنا هذا تحت الحكم المباشر الفرنساوي كمستعمرة فرنسوية تحكم من باريس. بحييك يا حبيب. هذه النصيحة اللي أقولها لكم وكل العرب
حتى تضعوها في الميزان مع العاطفة والحماس والشعر وال... يلزم المعطيات من جملة معطيات القضية هذه. الكلام اللي قاله الراجل هذا المجرم اللي لا نشك في صدقه ولا نشك في إخلاصه وفي تفانيه، لكن حرصه على الوصول إلى الهدف على أن لا نبقى بعد 17 سنة آخرين وعشرين سنة ومئة سنة وإحنا نردد في الوطن المسلوب والواحد المسلوب والوطن المسلوب، حنبقى مئات السنين إذا اقتصرنا على العاطفة فقط. هذا الشيء اللي ننبهكم إليه، ويلزم يخرج من العرب الرجال اللي عندهم الشجاعة الكافية لمصارحة الشعب ومواصلة الكفاح بجميع منعرجاته وأطواره ومراحله وحيله وكره وفره، حتى نضمن حتى إلى مش لنا احنا، للأجيال اللي بعدنا أو اللي بعد اللي بعدنا، النصر المحقق والنصر الكامل في استرجاع الحق المسلوب. به دونك هذه مواقف رجال الدولة، وهذه مواقف الزعماء الحقيقيين. هذه قلقت وقتها رئيس جمال عبد الناصر، وقلقت برشا معناها من القادة العرب بالطبيعة، لأنه الموقف هذايا موقف بطولي، الموقف هذايا موقف جريء، والناس كانت تخاف، ما عندهاش جرأة. القيادات العربية قبل كانت تقريبا كلها مطبعة، كانت كلها معناها تحت لواء أمريكا وتحت لواء إنجلترا وتحت لواء الاتحاد الأوروبي، ما كان حتى حد ينجم يعطي موقف كي من هكا بالجرأة هذه وبالاستشراف هذا. معناها إنسان منظر، إنسان يعرف شنو اللي باش يصير، وإنسان عارف شنو القضية هذه ماهيش باش تتحل إذا كان ما خذاوش وطالبوا، راهي ماهيش باش تتحل، مش باش نجم يوصلوا للأوبجيكتيف نتاعهم اللي هو إلا معناها إقامة دولة فلسطينية كاملة على أراضيها، وإنه هي تتحكم في الأراضي نتاعها، مش الصهاينة يتحكموا فيها. لكن هما وقتها كان نظر نتاعهم قصير، ما كانش عندهم بعد نظر، كان نظر نتاعهم قصير برشا برشا، وعملوا الموقف اللي عملوه به. هذه بالنسبة للمداخلة التاريخية والخطاب التاريخي للزعيم الراحل حبيب بورقيبة. نعمل ربط صغير مع الواقع اللي يقول لك انتوما كاتساترا ما تكلمتوش على القضية الفلسطينية. احنا من ازل الازلين كان لنا موقف الحزب الدستوري الحر متاعنا اللي هو مؤسس الزعيم الخالد لحبيب بورقيبة، اللي يحبوا ينكروا شيء ذا ولا يحبوا يبعدوا معناها الحزب الدستوري الحر عن مرجعيته البورقيبية ولا عن الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة، كان موقفنا موقف تاريخي، ووقفتنا مع إخواننا الفلسطينيين حتى حد ما ينجم ينكرها. ووقت اختلطت دماء التونسيين بدماء إخواننا الفلسطينيين والحادثة متاع شط مريم و و و و و حتى حد ما ينجم ينكر معناه موقف الدستوري الحر، موقف الحزب الدستوري التونسي والدستوري الحر حاليا من القضية الفلسطينية اللي توا قاعدين يتاجروا بها، ولا ما عطاوش حتى معناها ان بوان دو فيو كي بازي سور لا ريزون، ما عطاوش حتى شيء، معناها كل شيء بالعاطفة. راهو نقولها لكم ونعاود نقولها، الموجة صحيح جمعتين كلاب تونس كاملة الموجة متاع العاطفة، لكن راهو مش كل شيء بالعاطفة، العاطفة ما عندها وين توصل. باهي العاطفة نجمو نعملو تضامن رمزي، نجمو نعملو تضامن معناها ووقفة إلى جانب أخينا، مع هذا احنا معاه، وهذا ملول الدنيا موجود، والشعب التونسي ملول الدنيا يتحرك وقت لا تصير حاجة في فلسطين، ولا يصير عدوان وعنف وقتل وسحل وذبح للإخوان الفلسطينيين، هذا ما استنسين به، موش جديد علينا، معناها مش جاي توا في مسار 25 ولا ما ولا قبل مسار 25 ولا بعد مسار، لا لا لا، هذه حاجه قديمه حتى حد ما نجم يتاجر بها. دونك هذه توا النقطه حبيت نربطها باللي قالك اتسيترا ما عندهمش موقف. دونك راجعوا رواحكم، اتسيترا اللي كان الموقف نتاعهم موقف استشرافي، موقف فيه بعد نظر، موقف واقعي يلامس الواقع اليوم، واليوم رجعوا له كلهم، اليوم كلهم رجعوا للخطاب نتاع بورقيبه وللفكره نتاع بورقيبه والبعد النظر نتاع الزعيم الراحل لحبيب بورقيبه. هذه نقطه. دونك نخرج باش نخرجوا من هذا كله، حاجتنا توا بعقل رصين وبعقل حكيم، حاجتنا توا بالحكمه، وحاجتنا باستراتيجية شامله، وحاجتنا بايفالوياسيون، حاجتنا بجرد، معناتها نعملوا بيلان لملال كل العرب الكل والقادة العرب الكل، واحنا في تونس توا يفو فيغ ان بيلان كامل باش نفهموا علاش كل الحروب اللي قامت بها جيوشنا النظامية خسرت، اللي قامت بها الجيوش النظامية ضد الكيان الصهيوني خسرت،
هذا اللي يلزم توا نعرفوه ويلزم نبحثوا فيه وما راهو ايش نقول لك موش بالعاطفه ماهوش كلام بتاع شعبويه وبالعاطفه وفلسطين لكل الفلسطينيين و و لا ما عنده وين يوصل كلام العاطفه ما عنده وين يوصل توا il faut mettre en place un système éducatif qui est basé sur la raison نقولها لكم معناها il faut changer le système éducatif الكل بالحق معناها توا في الوقت الحالي on doit instaurer une société qui est rationnelle توا يلزم تعملوا بالحق معناها مجتمع مبني على العقلانيه وعلى الحكمه وعلى المنطق مش حاجه اخرى العافه ما عندها وين توصل لكم ريتوا العافه وين وصلت وخيانا قاعدين يموتوا كل يوم دونك ما عادش ماهيش سي با اون كيستيون نتاع سونتيمونتال ولا نتاع لا لا الحميه ذيك موجوده فينا في العرب المسلمين الكل على خيانا في فلسطين القضيه الفلسطينيه قضيه العرب الكل قضيه المسلمين الكل ماهيش قضيه فلان ولا فلتان ولا علان على حساب الاخر لا لا قضيه للعرب الكل وللمسلمين الكل لكن هاد كيما قلت لكم نبنيو عقل راسين ونعملوا حكمه في استراتيجياتنا وفي نظراتنا الاستشرافيه كيما كان يعمل الزعيم خالد الحبيب بورقيبه هذا الجزء الاول من اللايف هذا نتعداو للجزء الثاني واللي هو يخص زعيمة حزبنا رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تقبع في سجون الظلم والقهر والاستبداد الى اليوم به ونحب نبدا قبل ما نقراو مع بعضنا الرساله الرسميه اللي بعثت بها رئيسه الحزب الدستوري الحر عن طريق هيئه الدفاع نتاعها لكل الانصار والقواعد والقيادات ولكل التونسيين في الداخل وفي الخارج نحب توا نشكر الساعه باسمي الخاص ونيابه يعني اصاله عن نفسي ونيابه عن كل المناضلين الصادقين عن كل تساتر الاحرار اللي ما قلبوش الفيستا وما خانوش وما بدلوش ما زيفوش الحقائق وما بدلوش مواقفهم وما عملوش الشيء هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه الكل اللي احنا نعرفوهم بالواحد كلهم هذوما كل باش نتكلم باسمهم توا وهما يعرفوني واني نعرفهم مليح مليح ويظهر لي مخول اني نتكلم باسمهم نحب نشكر شكر خاص هيئه الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر ممثلة في كل المحامين اللي فيها في كل أعضائها شكر خاص للناس اللي ما ترقدش ليل نهار من أجل إخراج الأستاذة عبير موسي من المأزق اللي حطوه فيها ولا الدولة ضلعت في إيقافها ظلما وبهتانا الناس قاعدة تخدم ليل ونهار أي معلومة قلتها ونعاود نقولها توا مثالش راني شفتوا قداش مسالم لنحب الرد على الناس لنحب نطيح من قيمتي لنحب نجاوب على مهاترات لحد شيء توا عنا قضية موحدة ومشتركة هي رئيستنا إلا في الحبس ظلم وبهتان دونك توا اون دوا تو فيغ معناها بوغ ليبيغي نوتر بريزيدونت فوالا بالقانون راهو مش نعملوا ضغوط معناها على قضاء ولا لا بالقانون احنا نطالبوا بتطبيق القانون وبعلوية القانون وبتفعيل القانون ومطالبة سلمية وانتم تعرفوا دونك يعطيكم ألف صحة كل المحامين للأخ نافع العريبي للأخ كريم كريفة للأخ البجاوي لكل المحامين للأخت عقيلة الدريدي كل أصدقائي من قيادات الحزب الدستوري الحر وكل إخوتي من قيادات الحزب الدستوري الحر وأخواتي من الديوان السياسي ومن اللجنة المركزية وكل من يشرف ويقوم على قيادة هذا الحزب العريق حزب الآباء والأجداد يعطيكم ألف 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 صحة على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها توا ولا مجال للتشكيك لا في هيئة الدفاع ولا فيما يصرح به المحامون المكلفون بالدفاع عن الأستاذ عبير موسي ولا ما يصرح به تصرح به القنوات الرسمية للحزب الدستوري الحر هذه في البداية أنا توا باش نحكيو على الرسالة اللي بعثت بها عبير موسي نقرأ مع بعضنا الرسالة وثم نحلوها ونحكي على التحركات القادمة به لحظة بركة فوالا نتابعوا مع بعضنا به هذه الرسالة اللي بعثت بها رئيس الحزب الدستوري الحر الحمد لله وحده تونس في 28 أكتوبر 2023 رسالة الأستاذة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر المحتجزة قسريا منقولة حرفيا عن لجنة الدفاع به زميلاتي زملائي أعضاء الديوان السياسي رفاق دربي في النضال والكفاح من أجل استرجاع الوطن إخوتي أخواتي الأعزاء أعضاء الهيئة السياسية والهياكل العلمية والمكتب الوطني واللجنة المركزية والكتاب العامين للجامعات والدوائر والخلايا وأعضادهم بناتي أبنائي الأحبة أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية لاتحاد منظمات الشباب الأخوات المناضلات عضوات المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية لمنتدى المرأة تحية دستورية عطرة
ألف قبلة على جبينكم جميعا، وألف شكر على مشاعركم النبيلة تجاهي ومؤازرتي في هذه المظلمة التاريخية. الحزب الذي بنيناه بتضحياتنا ووحدتنا وصمودنا أمانة بين أيديكم. واصلوا العمل بثقة وثبات، نفذوا البرامج التي صادقنا عليها، انشروا التنوير وسطروا لي عليها هدية في كل ربوع الوطن، ولا تتركوا الشعب فريسة للمغالطات والاستبلاه. ارفعوا رؤوسكم فإنكم لسان الحق في زمن الباطل. قلبي وعقلي معكم وأدعو لكم بالسداد والتوفيق. لا تجزعوا فهذه المحنة ستقوينا وتكسر الظالمين. سلامي الحار من خلالكم إلى كافة الأنصار وكل من أصدع بكلمة الحق. إلى لقاء نراه قريبا ويرونه بعيدا، سجل يا تاريخ. به، هذه الرسالة الأخيرة الرسمية لرئيس الحزب الدستوري الحر، اللي تم نشرها على صفحة رسمية متاحة وعلى صفحة رسمية للحزب الدستوري الحر هذا المساء. شنو نستخلصوا من الرسالة هذه؟ معناها نحب نقول كلمة ساعة قبل كل شيء. شفتوا دعوة الأستاذة عبير موسي على مواصلة التنوير؟ معناها كلمة التنوير شفتوها، اللي هي بالعكس هي الأستاذة عبير موسي أطلقت ثورة التنوير باش اللي عنده إمكانية باش ينور الناس ينور الناس. دونك ريتو الكلام الفاضي اللي قاعد يقول فيه البعض، معناها في التراكن في لي جروب فيرمي وفي في بعض الصفحات الاخرى وفي دي ميساج بريفي ويرميو في المعنى وما نعرفش شنو يقولوا. دونك هذا كلام رئيس الحزب الدستوري الحر وهذه دعوتها. ويظهر لي مخول اني نقوم بحلقات تنوير، ولو اني قلت قبل، معناها مش من تو، من 2019 نعمل في نقاط تنويريه ونسمي فيها نقاط تنويريه، ارجعوا هاكا موجود موثق كل شيء، نسمي فيها نقاط تنويريه مش جديد. معناها دونك يظهر لي من 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 بكل تواضع، معناها من اهم المخولين انهم يقوموا بنقاط تنويريه وانهم يبلغوا المعلومه وانهم يكشفوا الحقائق. هذا كنت نقوم به جنبا الى جنب مع الاخت الأستاذة عبير موسي. باه، باش نعطيكم في قادم الأيام، هي فقط دا قوس، باش نعطيكم في قادم الأيام في شكل بث مباشر الحلقات التي أجريتها مع الأستاذة عبير موسي، سواء الحلقات الإذاعية أو الحلقات التلفزية، وكل ما قمت به في الإعلام، في وسائل الإعلام مع الأستاذة عبير موسي والحزب الدستوري الحر، وهذا كان واجبا وطنيا. ولو قلتها ونعود نقولها، تسبب لي في طردي من بعض الإذاعات، تسبب في إيقاف برامج، تسبب في برشا مشاكل، لكن سوف أعيد تمرير هذه الحلقات لتنوير التونسيين. فما برشا قضايا مهمة ترحت فيها، نحكي لكم راهو حلقات مش من تو بالنسبة للناس اللي جات تو. حلقاتنا نحكي لكم عندها 10 سنين و11 عام ومواقف من 2011، معناتها مش من اليوم نعرفها الأستاذة عبير موسي. باهي، فقط هذايا الرسالة هاي كي مبطنة للبعض باش ما يزيدوش يتمداو وما يكملوش على قدام. باهي، دونك الرسالة هذه شنو نفهموا منها؟ السائد توا انه احنا نحبوا نطمنوا والقواعد تحب تطمن على الأستاذة عبير موسي. اللي جاي في الرسالة هذه كونه الأستاذة عبير موسي بيدها هي اللي تحب تطمن علينا، وهي اللي تحب تطمن على القواعد متاعها، وهي اللي تحب تطمن على أنصارها وعلى الشعب التونسي وعلى كل من هو ملتف حول مشروع الحزب الدستوري الحر اللي هي تترأسه وتقوده. دونك هذه نقطة مهمة جدا. يعني أول حاجة بدت بها، وشوفوا الأستاذة عبير موسي في كلامها كيفاش ما تنسى حتى هيكل، ما تنسى حتى حد، قداش إلي ريكونيسانت، قداش تشوف معناها بمجهود من حولها. شوفوا كل العبارات، معناها رفاق دربي، إخوتي أخواتي الأعزاء، أعضاء كذا كذا، الأحبة أعضاء كذا كذا. معناها شوفوا حتى الألفاظ اللي تستعمل فيها، معناها المرأة معناها بالحق مرأة دولة بكل المقاييس، معناها مرأة يعول عليها، شخصية استثنائية نقولها راهو ماهيش من في إطار رمي الورود. معناها كما قلت لكم أنا الأستاذة معناها تربطني بها علاقة أخوة وعلاقة صداقة مش من تو، معناها من 2011، لكن شوفوا الدقة في كلامها وشوفوا الرصانة وشوفوا الحكمة اللي في كلامها. كي نقول معناها خليفة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مش مفادلك، معناها بالحق، معناها شوفوا نفس الاستشراف، نفس النظرة، نفس الطرح، بعد النظر هو بيدو السلاسة، معناها الاتصال المباشر مع التونسيين ومع الشعب. زعيم بورقيبة قبل كان يستغل الإذاعة، كان مستغل منبر الإذاعة للاتصال المباشر مع الشعب. اليوم عبير موسي بتليفون طيحت برلمان الإخوان، بتليفون قلبت الدنيا، بتليفون كشفت جميع المخططات لتحاك ضد تونس، بتليفون عملت هذا الكل. دونك نفس طريقة التواصل،
نفس طريقة الاتصال المباشر بالشعب التونسي وبالمواطنين، نفس الطريقة في إيصال المعلومة. دونك هذه نقطة نكتشفوها كما قلت لكم من الرسالة بتاعها، هذه النقطة الأولى. ثم نقطة أخرى هي تدعوكم من خلال الكلام هذايا، وأتكلم هنا بشكل رسمي وبصفة رسمية، مثالش حتى كان فما شكون لا ما يحبش، أما مثالش خليني. راهي عبير موسي تدعوكم، رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي تدعوكم مرة أخرى إلى ضبط النفس، تدعوكم إلى الالتزام بتعليمات القيادة، تدعوكم إلى الالتفاف حول القيادة، تدعوكم إلى رص الصفوف. مش وقت خلافات، ولا هو وقت مهاترات، ولا هو وقت عرك، ولا هو وقت معروك، ولا وقت حتى شيء. دونك توا يلزم يكون الموقف متاعنا موحد، يلزم تكون كلمتنا موحدة، يلزم تكون هدفنا واحد، اللي هو تحرير الأستاذ عبير موسي والمواصلة في النضال وفي الحرب الكفاح الوطني اللي قاعدين نقوم بها لتحرير بلادنا. طبعا كي نقول هكا الحرب سلميه، معناها الحرب تنويريه سلميه، باهي. دونك هذا هو الهدف متاعنا، وهذا هو خاطر هما توا قاعدين يحاولوا الايقاع بنا في فخاخ، في عده فخاخ ينصبوا فيها باش يلصقوا تهمه العنف ويثبتوها لانصار الحزب، وهو انصاره يتعاركوا في بعضهم، وهو انصاره داروا على بعضهم، وهو انصار الحزب كذا، وهو دعوه للعصيان المدني، وهو دعوه للتجمهر الغير القانوني، وهو دعوه لكذا، وهو دعوه لكذا. هذا هو مش ما يحبوا، هذا نبهتكم منه من نهار الاول، من نهار ايقافه نبهتكم منه، قلت لكم اسمعوا تعليمات القياده، اسمعوا تعليمات القياده. واذا كان قلت لكم كلمه راهي لهنا، راهي رسميه، راهي كلمه على لسان القياده وعلى لسان الاستاذ عبير موسي. نعرف شنو نقول، مانيش نقول في نامبورت كوا ولا قاعد نتكلم نامبورت كومو. فيما يتعلق بملف الأستاذة عبير موسي واحتجازها واعتقالها، كان قلت لهنا كلمة ولا معلومة خرجتها، راهي معلومة رسمية. ما انت لا داعي، كان فما شكون يحب يشكك يشكك على روحه، من بعد هانو موجود كل شيء موثق، ويجي نتحاسبوا بالمواقف ونتحاسبوا بالمعلومات، هل خرجت معلومة خاطئة ولا معلومة منقوصة ولا معلومة ماهيش كاملة. دونك لهنا راهو إذا كان تكلمنا عليها، راهو على الملف هذا راهي معلومة رسمية موثقة. كونوا ثقة لما بيناتنا، مش باش نجي توا انا معناها باش نعمل، تعرفوني معناها الشيء اللي قاعد نقوم به والله العظيم لا هو من اجل مناصب، لا هو من اجل مواقع، ولا هو من اجل حتى شيء، لا عندي حتى مصلحه فيه. راهو ايمان راسخ وعقيده وطنيه راسخه بحزب الاباء والاجداد وبمن تترأسه اليوم فقط. تاني لخصتها اون دو مو، ما عنديش حتى حاجه اخرى لا نرميلها ولا نتمحلها من خلال هذا ولا حتى شيء، حتى شيء. كونوا مؤكدين. دونك انا اللي قاعد نعمل فيه هذا الكل راهو لاناره الراي العام ولحفظ الامانه اللي هي الجزء الاول من اللوجو نتاع حزبنا، واستمرار الرساله اللي هي الجزء الثاني با بلوس. ما تاخذوش حتى ما تسمعوش كلام حتى حد، راه كان خديتو معلومه لهنا استقيتوها من عندي، راهي معلومه رسميه، كونوا مؤكدين. باهي نرجع توا. دونك توا المضايقات اللي قاعده تصير للمنخرطين وللانصار، كم رهيب من المضايقات. دونك احنا توا رئيس الحزب تدعوكم من الالتفاف حول القياده، حتى على الاقل نحاولوا ان نقلصوا من هذه المضايقات اللي قاعده تصير على انصارنا وعلى منخرطينا. دونك الهدف نتاعنا راهو رئيس الحزب وقفوها في بالهم ارتاحوا منها، لكن ان شاء الله ان شاء الله حبل الظلم قصير مش طويل برشا، راهو وما عنده ما يطول اكثر من هكا. وكونوا مؤكدين الا الزعيمه عبير موسي باش تخرج اقوى الف والف 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 مره من ذي قبل، كيما عرفتوها وكيما تعرفوها، وما هوش باش يتغير حتى شيء، ولن تقبل باي املاءات وباي شروط مقابل خروجها. هذا كونوا مؤكدين منه، ماهيش نجيب الشابي وماهيش جبهه الخلاص وماهيش الاخوانجيه، لنا نفس العقيدة الوطنية، ولنا نفس الإيديولوجيا، ولنا نفس المبادئ، ولنا نفس الأفكار. دونك كونوا مؤكدين إلى مستقبل الحزب أحسن بكثير من الحاضر متاعه والماضي القريب متاعه. هذا نأكده لكم، كمية الالتفاف وعدد المواطنين اللي طالبين ينخرطوا في الحزب الدستوري الحر، ولا طالبين يساهموا في أنشطة الحزب الدستوري الحر، ولا طالبين الحضور في المسيرات والوقفات والأنشطة بتاع الحزب الدستوري الحر، راي فوق الخيال. دونك كما قلت لكم، الظلم رب ذرة نافعة، الظلم هذا كل كي اللي قاعدة تتعرض له رئيستنا راهو راجع بمصلحة للحزب الدستوري الحر، للمشروع اللي يحمله حزبنا. كونوا مؤكدين به. دونك الفائده نحب ناكد لكم كونه زاده هي قاعده تتبع في كل شيء، شقيقه ورقيقه قاعده تتبع فيه.
ريتو تو الكلام اللي قاعد يتقال تو، والتعاطي الاعلامي مع الملف نتاعها، كل من قال كلمه حق، كل من ساند، كل من سب وشتم، كل من كذب، كل من لفق تهم، كل من حاول يلصق تهم، كل من حاول يقزم ويشوه، هي على علم بهذا الكل. راه ناكد لكم هي على علم بكل التفاصيل وبادق التفاصيل. ونعاود نقولها مره اخرى وقلتها في قداش من لايف سابق، راهي قاعده تسير في الحزب الدستوري الحر من وراء القضبان، كما كان الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه يسير في الحزب الدستوري من المنافي ومن السجون. دونك ثقتنا كبيره في القياده، ثقتنا كبيره في رئيس الحزب نتاعنا. كي نخرج نقولوا راهي صحتها ومورالها لاباس، رانا مانيش نفادكم. معناها هذا كيف كيف قوس رجعتوا على الكلام اللي تقالوا برا، دونك مانيش نفادكم. راهو كان عطيناكم معلومه، راهي معلومه مؤكده وعندنا امانه وعندنا مصداقيه، ومانيش من الناس اللي تكذب، ومانيش من الناس اللي تروج اخبار زائفه، ومانيش من الناس اللي تلوج على البوز. الحمد لله، معناها هاكم تشوفوا عدد المشاهدات من قبل مش من تو، هاكم تشوفوا عدد المشاهدات والتفاعلات واحترام الناس، لانه المحترم يفرض احترام، يفرض على الناس احترام. دونك ما 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 الحمد لله، مش باش نحكي تو، معناها كان خذيتوا معلومه، راهي معلومه رسميه في كل شيء. به نتعداو للنقطة الأخيرة. دونك في انتظار غدوة سوف تطلعون على التحرك الجديد للحزب الدستوري الحر. فما تحرك جديد في نهاية الأسبوع المقبل. غدوة باش تشوفوا في الهياكل الرسمية بيان سور بعد الاجتماع نتاع الديوان السياسي اليوم، نعلمكم إلا فما تحرك في نهاية الأسبوع المقبل، تعرفوا بالضبط التاريخ، وتعرفوا بالضبط المكان نتاعو، وتعرفوا الهدف نتاعو. دونك خلي تخرجوا هيئة الديوان السياسي واللجنة المركزية، وخلي تخرجوا الصفحة الرسمية نتاع الحزب غدوة. دونك مبعثنا الحضور باش يكون مكثف، تو بعد ما تخرج المعلومة بشكل رسمي، مو فما برشا ناس ما تحبش تسمع من عندي المعلومة، مش مشكل يا سيدي، اتو تسمعوها بشكل رسمي غدا على الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر، والصفحة الرسمية للأستاذة عبير موسي رئيس الحزب. به دونك موعدنا اخر الاسبوع المقبل هذايا على الارض، ومواعيد اخرى في قادم الايام في حلقات تنويريه نسطر عليها برشا مرات، وحلقات لاناره الراي العام، وحلقات مباشره. وعلى فكره عملت دي سيكونس، شويه نعمل دي سيكونس صغيرات بخلاف الحصص التنويريه هذيا والحصص المباشره هذيا، باش نعملوا دي سيكونس صغيرات كيما سيكونس اللي عملتها البارح، كل مره في موضوع. دونك سيكونس تاع دقيقتين ثلاثه اربعه خمسه ما تفوتش. دونك معانا بربي نوروا راي العام، نبلغوا الافكار هذيا، نبلغوا التحاليل هذيا، نبلغوا المعطيات اللي تخرج من عن طريق صفحتنا على اوسع نطاق. من بكري وما سينياليو في الصفحه، الصوت قاعد، الصوره والصوت قاعدين يطلعوا لي ماهمش اون باراليل، معناها ماهمش مع بعضهم يمشيو. ما نعرفش اسكو عندكم لاباس ولا البث، لكن سينيال قوي. بارتاجيو اللايف هذا قد ما تنجموا في صفحاتكم، في مجموعاتكم الخاصه، لاصدقائكم، ما تضمنه هذا البث، المضمون نتاع البث تقولوه للناس الكل، قولوه للي تعرفوهم، احكيوه في القهاوي، نوروا الراي العام ونقولوا الحقيقه. وفي انتظار التحركات القادمه هاكم باش تشوفوا سيري نتاع تحركات، لكن التحرك الاول باش يكون ان شاء الله يوم الاحد القادم. تشوفوا التفاصيل ان شاء الله غدوه على الصفحه الرسميه نتاع الحزب ومتاع رئيس الحزب الدستوري الحر. موعدنا في لقاء اخر غدوه، تلقاو سيكونس صغيره كما قلت لكم، كل يوم نهار غير بنهار تلقاو سيكونس صغيره خلاف الحصص المباشره اللي نقوموا بها. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا، ان شاء الله نكونوا خفيفي ظل على متابعينا وعلى توانسة وعلى انصارنا. نعاود ناكد عليكم مره اخرى بربي، بربي الالتفاف حول قياده الحزب الدستوري الحر، بربي الخلافات، اللي عنده مشكله مع روحه ولا عنده كومبلكس مع روحه ما يخرجوش توا، خلينا ساعه نحقوا الهدف نتاعنا، نخرجوا رئيس الحزب الدستوري الحر، ومن بعد للحديث بقيه. تصبحوا على خير، وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه لكل متابعينا ومتابعاتنا، وتحيه خاصه زاد ايضا لكل مواطنينا بالخارج ولانصار الحزب الدستوري الحر بالخارج، الا برشا منهم اون كونتاكت بيا، ولا برشا منهم يتصلوا بيا وعندهم تحرك قاعدين ينظموا فيه. ان شاء الله سوف نعلن على تاريخ التحرك ومكانه، باش نحاول نغطيوه على المباشر من صفحتنا، وهما غاديك في فرنسا. دونك فما تحرك في فرنسا عن قريب يتم التحذير ليه لمناصره رئيستنا في هذه القضيه العادله اللي تخوضها عبير موسي، قضية وطن، قضية وطن، راهي قضية بلاد، راهي ماهوش تفدليك، ماهوش جول سياسي، راهو اللي قاعدين نقوموا به راهو لتخليص بلادنا من 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 من, من الغزاة، من التتار اللي جانا بعد 2011. دونك يد واحدة، الناس الكل، كل حد وطريقته، كل حد يبلغ طريقته، لكن ما يسالش الاحترام لازم، الاحترام راهو الناس الكل ملزمة بالاحترام،
مش وقت نتاع قلة تربية، ومش وقت نتاع حياة وقلة حياة، ومش وقت نتاع بساس باش نعرفوا نجاوبوا على بعضنا. هذا كله مش وقته، هذا كله مش وقته. رجاء عمركم شريتوني ثبت حد، عمركم شريتوني ثبت حد، ولا تجنيت على حد، ولا سلبت حد، ولا جبت عرض حد. يستحيل هاني طول عمري ننقد، وما فماش شكون قد يضر لي الانظمه بعد 2011 قدي هاكا بالتاريخ، معناها لي كابسول كلهم موجودين. كان باش تحسبوا حتى بطول الحلقات، معناها بالاستضافات بل تحبوا انتوما، ما فماش شكون نقد الاخوانجيه قدي. نقولها راني بكل تواضع، صحيح خدمت في اذاعات انا ذاك، اذاعات جهويه واذاعات محليه، لكن مسموعه كمام ويعرفوها العباد. لكن من حيث الكم والكيف ما فماش شكون قد الاخوانجيه قدي، وما فماش شكون عرى الخور نتاع الاخوانجيه قدي، وما فماش شكون عرى الخور نتاع التوافق والنفاق قدي، وما فماش هكا كله موثق موجود. ادخلوا لصفحه اليوتيوب، ادخلوا لوين تحبوا انتم، تلقاوه بالتواريخ نتاعو. عمري ما تجنيت على حد ولا تبليت على حد. الاحترام راهو واجب، ما مش حتى مع بينات بعضنا، حتى مع الاعداء. انت باش بالعكس، انت باش تربح معركه توا في وقتنا توا، باش تربح معركه يلزمك تربحها بشرف، يلزمك تربحها بأنفة، يلزمك تربحها بعلو خشمك الفوق. انا كم رتوني حتى لي بلاتو اللي نحضر فيهم، حتى كي يستدعوني، ما نحضرش برشا في بلاتو التونسيه، ما نحضرش مع اللي يجي، لكن حتى اللي يستدعوني هاكم ريتو، معناها حتى عمليه الاستفزاز اللي يقوموا بها حتى بترفع وتبلغ، راهو شفتوا الاسلوب هذاك، راهو يبلغ، راهو انتو كترفع هذاك تزيد تكبر انت الحزب نتاعك في عينين الناس، تزيد تكبر رئيس الحزب نتاعك في عينين الناس. معناها احنا ناس محترمين، ماناش ناس ندعو الى العنف، ماناش ناس ندعو الى العصيان المدني، ماناش ندعو الى الخروج للشارع دون تراخيص ولا دون اعلامات. رانا ناس ندعو الى تطبيق القانون، ندعو الى احترام القانون، ندعو الى احترام المؤسسات. هذا هو اللي كانت تعمل فيه الاستاذه عبير موسى، فالاقتياد بها واجب لهنا. تصبح على خير.